فعلا خلينا نبدأ كده قبل ما نخش في تفاصيل الكتاب. أنا عايزة أسمع يعني الفكرة جات لك منين، وهل أنت أصلا كتبت أي حاجة ولا دي أول مرة تكتب، والبداية كانت مع النادي الأهلي، والفكرة جات لك إزاي؟ يعني خلينا نعيش معاك اللحظات قبل قرار لا أنا هعمل الكتاب ده. طيب، هو اولا الفكره جات لي من حوالي 4 سنين، ولكن انا كنت مهتم دايما بالكاميرا. يعني انا شغلي كله فيديو، اشتغل كاميرا، فالبرنامج الاهلي خط احمر، ولكن التاريخ دايما كان عندي شغف ليه، وخاصه المعلومات لما بتكون مش حقيقيه وبيتم تكرارها بشكل سنه ورا سنه ورا سنه بتوصل لمرحله من التصديق. فكنت انا مهتم جدا ان انا ازيح الستار عن المعلومات الخاطئه. انا بالنسبه لي النادي الاهلي نادي القرن، يكفي اسمه النادي الاهلي، ولكن حقيقه الامر النادي الملكي بيتم تداوله على اسم انديه اخرى داخل مصر. فانا بحثت في تاريخ النادي الاهلي، وعندي شغف بتاريخ النادي الاهلي وقضايا اخرى في تاريخ النادي الاهلي، فوصلت ان انا عندي موضوع اقدر اقدمه في كتاب، او اكتر من موضوع اقدر اقدمه في كتاب واثنين وثلاثه. بس كانت الدافع مبدئيا لتصحيح المعلومات المغلوطه. ده حقيقي، ده حقيقي، لان انا يعني سمعنا فتره من حوالي من اول ما السوشيال ميديا بدات تهتم بشكل او باخر، بدا يتم تداول المعلومات المغلوطه دي. فانا قناعاتي الشخصيه ان انت لازم يكون في حد بيتصدى لهذه المعلومات المغلوطه. صحيح. بالدليل وبالسند وبالمرجع، يعني ده مش كلام مرسل اللي انا هقوله، والكتاب ما بيعرضش كلام مرسل، الكتاب أكيد بيعرض كلام موثق. حلو جدا، خش لنا بقى في تفاصيل الكتاب، انت تحديدا طبعا الكلمه اللي كريم قالها دي كلمه لها معاني كبيره جدا، يعني ليس النادي اللي هو زي ما بتقال مش المدينه الفاضله بالزبط، ولكن ايه هو الافضل، فخلينا نبدا من هنا. بصي، اي حد بيعمل اول كتاب لي وعن النادي الملكي وعن النادي الاهلي، فالمفترض اللي هو النادي الملكي، فالمفترض ان هو يحاول يعني يغازل جماهير النادي الاهلي. ولكن الحقيقه انا اصلا بطبعي مش بحب المبالغه في اي حاجه تخص النادي الاهلي، انا بحب النادي الاهلي كده، بحبه بمميزاته، بحبه بعيوبه، بحبه بالقيمه اللي بيقدمها على مدار التاريخ، بحبه بانجازاته، بحبه باخفاقاته. فكان دايما ممكن يتصدر للشباب اللي طالع من جماهير النادي الاهلي ان هذا لا يحدث على الاطلاق في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي ما فيش فيه اي كلام من هذا القبيل. فانا بدات اشفق على الشباب، ليه؟ لان مفيش مكان في العالم كده، مفيش حاجه اسمها يوتوبيا، مفيش مدينه فاضله. فبالتالي انا لما اصدر الصوره دي عن النادي الاهلي مع اول شيء سلبي في النادي الاهلي، هنا المشجع او الشاب اللي طالع ده بيفتقد المصداقيه في النادي. فعشان كده كان مهم جدا وانت بتصدر صوره ذهنيه لشباب طالع تقول لهم ان النادي الاهلي ليس المدينه الفاضله، ولكنه حريص انه يكون المدينه الافضل. ده معناه ان انت ممكن في وقت من الاوقات على مدار تاريخ تجد اخطاء، تجد قرارات طبعا مش على الصوره الذهنيه للنادي الاهلي، لان في النهايه انت نادي بدا 1907 وافتتح 1909، فبتتكلم على مدار سنوات طويله جدا جدا جدا، اكيد هيمر بالنادي الاهلي اخطاء، اكيد هيمر مشاكل، اكيد هيمر مواقف معالجتها ما كانتش على الصوره الذهنيه للنادي الاهلي.